يا مساء الفل على كل اللي بيتابعونا النهارده في برنامج من ولا فقرات التانية. النهارده انا عايزه اتكلم في حاجه. احنا كلنا بنحب او بنتفرج على السوشيال ميديا، ودايما لما بنتفرج على السوشيال ميديا بنتفرج على الناس اللي بتدينا البهجه والضحك والفرحه والتفاؤل. في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا خرجت من الاوت اوف بوكس، من الصندوق، وبتعمل رسائل هادفه. الرسائل الهادفه دي بس بشكل كوميدي. مجال السوشيال ميديا كتير قوي دخلوا فيه، بس قليل قوي اللي يقدروا يقدموا رساله بالطريقه الصحيحه. فالنهارده فقرتنا النهارده معانا مشاهير السوشيال ميديا. معانا استاذ سمير، اللي هو سميرو، اهلا وسهلا. استاذ حسن، ملقب ب حسن ميكروفون، اهلا وسهلا. عايزين اول حاجه تعرفنا عن نفسك. مين حسن او مين حسن ميكروفون؟ مبدئيا انا اسمي احمد حسن، بس شهرتي حسن ميكروفون. بدات ازاي؟ بدات باللي انا مواطن مصري، تمام. كنت بشوف الفيديوز اللي هي بتتعمل على السوشيال ميديا وحبيتها بصراحه. وكنت بفرج طبعا على مذيع شارع احمد رأفت، وكنت واخده بصراحه اللي هو حاجه كبيره يعني، كنت بشوفه فاتعلمت منه ونزلت الجريده. بدات الاول كمصور. بدات ازاي كمصور؟ اللي هو نزلت كلمت جريده على السوشيال ميديا وقلت لها انا عايز اتمرن معاكي وكده، فهي اتقبلت بكاميرتي انا. ازاي؟ نزلت معاهم صورت وتعلمت ازاي بيوقفوا الناس، ازاي بيتكلموا، ازاي بيحطوا الموضوع، ازاي الموضوع كله بيمشي. بس خطوه واحده واحده. واحده واحده. مين سمير بقى؟ عرفنا عن نفسك. سمير اشرف شعير، 27 سنه، منصوره. بقدم فيديوهات في السوشيال ميديا وعندي مشروع خاص بيا، وبقالي سنتين في السوشيال ميديا بقدم فيديوهات. دلوقتي احنا عارفين انه السوشيال ميديا بقى منتشر جدا، بس قليل قوي اللي يقدر يتميز فيه. فانا عايزه ابتدي اعرف الاسرار، ايه اللي خلاك متميز عن ناس تانيه؟ المهنه فن مش عن الاسرار اللي هي بص، انا ابتديت كاي واحد، تمام. اهم حاجه بس في الدنيا دي كلها الفكره. طالما حطيت فكره يعني هتطرقع معاك، خلاص انت كده هتوصل. بعد ما تحط الفكره، الشغل ازاي بقى تمشي، تعرف ازاي تمشي، التنفيذ ازاي تعرف تمشي شغلك. والمهم هو الخطه الصحيحه. جدا يعني اهم حاجه بس تحط الموضوع يشد الناس. طالما هيشد الناس، الناس هتتفرج عليه. فانت يعني الناس طالما خلاص تبعتك، انت قدمت حاجه حلوه، تمام، هتمشي على نفس الطريق وهتبقى كويس جدا. والله يعني حقيقي جدا، وهنرجع لك الموضوع ده تاني. بس انا احكي لي بقى، يعني تميزت ازاي يعني؟ والله بصي، هو التميز ده طبعا بتبقى حاجه من عند ربنا الاول، وبعد كده بتبقى موهبه، وزائد بيبقى في ناس طبعا بتبقى حواليك بتشجعك. يعني انا بستغل الفرصة وبشكر والدي، لأن هو كان أحد الأسباب اللي أنا أكون موجود هنا ومتواجد معاكم، لأن هو كان داعم كبير ليا. بعد كده طبعا صحابي كانوا هم أحد الأسباب اللي هو لا، في موهبة عندك وإن أنت ممكن تقدم حاجة وتتميز. والحمد لله أنا شفت ده من ردود الفعل، وده هو اللي بيخليني بعد كده أنا أكمل في المجال وأقدم دايما الجديد، اللي يخلي الناس فعلا تقول لا، سميريو مميز في الحاجة دي أو في الكوميديا اللي بقدمها. دلوقتي خلينا نطلع فيديو لسمير، الإبداع اللي هنشوفه دلوقتي ونرجع لكم تاني. الصاحب المكتئب ده بقى أنا هتكلم عنه بهدوء، لأن فعلا ده بيتعب. صاحب ده اللي 24 ساعة في حياته اكتئاب، كل حاجة عنده اكتئاب. ده أول ما تنزل تقعد معاه على القهوة، تقعد معاه في نادي، تروح معاه أي حتة، كل ما تيجي تقول له حاجة مثلا تقول له إيه، الجو حلو النهاردة؟ جو، أنت شايف في حاجة في الجو؟ طب يا ابني أنت بتقفلني ليه؟ يعني أنا شايف الجو حلو، ما تقفلنيش، سيبني. تركب مثلا تسمع أغنية جديدة، تقول له سمعت ألبوم مثلا رامي صبري الجديد؟ يقول لك شفت الأغنية حزيني بقى. الألبوم كله رامي صبري مروق على الشعب، وتلاقيه سايب كل حاجة وعلى الأغنية، يقول لك شفت ده جاية دي بي. لا، وعنده بقى الجملة، تلاقي اعتيادية الجملة دي، والله بالأغنية دي معمولة يعني. هو رامي صبر عارفك، اي حد، عمرو دياب عارفك يا ابني، هو عامل الاغنيه للناس كلها وعاملها عادي، مش عاملها للكتاب بتاعك. ليه بتكئبني؟ ما تنزلش اقعد في بيتك، ليه بقى تتعبني انا معاك وتقعد تقول بقى الاغنيه دي معموله لي؟ ودايما تيجي تساله سؤال، يقول له طب ايه سبب اكتئابك؟ والله ما مودينا في داهيه غير الطيب. يعني انت طيب وبقى كل الناس اشرار؟ يعني انت الوحيد الخير واحنا كلنا فريد شوقي مثلا، احنا الاشرار في الدنيا ديت؟ الصاحب القطه اللي هو يعني الصاحب المسالم،
ده تلاقيه معاك في اي حاجه. يا ده ممكن تكلمه مثلا 4 الفجر اقول لك يا صاحبي والنبي تعالى نضرب 2، اقول لك دلوقتي طب ماشي خلاص انا نازل معاك اهو بدون اي نقاش، فاهم يعني؟ انت بتقول له حاجه مميت هينزل معاك، تيجي مثلا تكلمه في يوم تقول له ده في عزا في الحته الفلانيه عاوزين نروح نحضره، فالحته الفلانيه ده هو ملوش اصلا في العزا، يقول لك اه ده واجب علينا. يا ابني انت تعرفه؟ يا ابني انت وانا بسجل لك انت خايف مني في ايه؟ ما تمشي يعني، حاول تاخد وتدي بقى، ناقشني. ما بيناقشش حاجه. ويا سلام بقى لو هو لسه واكل وانت بتاكل، فتقول له تاكل، يقول لك ايه؟ تقول له انت مش تاكل، يقول لك اه بس اكل تاني معاك. فده بقى بص معاك. بس ده بيطلع في صاحب الجدع يعني، ده بيطلع برده لامم معاك في صاحب الجدع، لا سايب لك امره لله، شخصيته طيبه وماشي معاك في اي حاجه، وانت تقول له شمال شمال يمين يمين ما بيجليش معاك في حاجه. عندك بقى صاحب فاسد الخروجات. صاحب الفاسد الخروجات ده بقى ده غريب جدا. ده مثلا خلاص نقعد امين يا جماعه نخرج فين؟ هنخرج بكره في الحته الفلانيه. طب جهزت كشاتك منطتك يا معلم حاجتك كلها تمام اللبس الدنيا كلكم جهزتوا. ده بقى تيجوا تكلموه نايم 15 ميس دي كول 100 ميس دي كول، كلمت على امه على ابوه لا يقول لك ما شفناهوش. طب فين؟ لا اصل احنا بلغين عنه في الاسم واحنا لسه مش لاقين. يا ابني انت فين ده؟ وبعد ما تلاقي الخروجه بقى شغاله ومزق وسبتوه وخرج، يوم بقى رافع السماعه عليك بقى واكلك انت الاول، يقول لك يا عم خرجته من غيري. يا ابني ما شفتش الميس دي كول، ده احنا رننا، ده احنا لو واحد ميت وبرنا عليك كان صح رد وما تاني. انت ضيعت علينا الخروجه اصلا وبنحاول نصلحها. والصاحب ده منقسم منه حاجه تانية، لو نزل بقى الصاحب ده مواعيده زفت يعني، متفقين مثلا وخلاص وربنا هدا هيصحى يعني، ممكن في امل وهينزل معايا. لو الخروجه الساعه 7 ده اوعى تقول له 7، لو متفقين على ان انتوا تنزلوا الساعه 7 ده تعرفه ان الخروجه الساعه 5 عشان يجهز، اللي هو يعني ايه يعني تقدم ساعتين، لازم تقدم ساعتين قبلها عشان تدي له مساحه في اللبس. ممكن تلبس البنطلون في ساعه، ياكل قميص في ساعتين، يقعد يتخانق مع اخته وهو نازل، يضربها جوزين اقلام، يتخانق مع امه، يجيب فلوس من حته مش عارف ايه، بيبوظ الخروجه. وتقعد بقى تستناه تحت البيت عنده ساعه كامله، اول ما ينزل يقول لك كلمه زي ما يكون بيراضيك، يقول لك ايه معلش بقى اتاخرت عليك، وتلاقيه بينهج كده في الكلام، اللي هو بيديك ايه نهجه كده عشان انت تسكت وتتبط. لا انا مش هبط، ما انت ما تاخرنيش وتضيع عمر الخروجه عشان انت قاعد حضرتك تعمل لي في شعرك وتعمل لي مش عارف في ايه. كلنا بنلبس في دقيقتين. صاحب الموبايل، صاحب الموبايل ده الله يكون في عونه، ده له الجنه. ده تلاقيته المقعد في الشله، الناس كلها عماله بقى بتلف حواليك، إيه صورني تلاقي صوره بموبايلك، طب إيه خدني فيديو بموبايلك، ولو طلع معاه رحله او شله وانت وانت الوحيد الايفون مت، لو انت الوحيده برضو الايفون في الشله متعبه بقى طول ما انت قاعده بقى، الصوره إيه مش عارف ايه، طب صوريني. وما بيكتفوش بقى ان انت مثلا تتصور وتملى الجيجات دي كلها ويسيبك، لا لازم قبل ما تمشي تبعت له الصور او تبعت لها الصور تناحى، اللي هو فاهم انا غرمتك وهدفعك، لازم تبعت لي الصوره وقتها. صاحب الموبايل ده بقى بيعمل حاجات او انا ارشاد من عندي عشان تريح نفسك من الهبل ده كله. اول ما تيجي تقعد معاهم في بدايه كلامك او في بدايه قعدتك في اي مكان، الموبايل عندي بيهند، بس انت كده قتلت الدنيا خالص، ما حدش هيكلمك في موضوع التصوير ده نهائي. لو كل موبايلاتهم بتولع ما حدش يجي يكلمك، لا عارفين اللي انت خبطها قبلها ومريح لهم الكلام، الموبايل بيهند. طبعا في واحد رخم يطلع لك هو في ايفون بيهنك، اقول له اه بيهند، ما تشغلش بالك يا عم. فيديو رائع جدا. يعني بس في عندي سؤال، اتفضلي. ايه سر التصوير في العربيه؟ ليه؟ والله هي مش سر، هي بس الواحد بيبقى خد على المكان او بيبقى ده مكان فال ووش حلو عليه. وبدايتي كانت في العربيه برضو مع شينكو، فالموضوع بالنسبه لي العربيه قلت اكمل بقى، فالموضوع من ساعتها استمر معايا في العربيه. عشان كده انا عايزه اجي لك دلوقتي هنا و احكي لي عن تجربتك مع شينكو، يعني تجربتك وتصويرك معاه. شينكو ده اكتر من اخ، وبالمناسبه طبعا في الاول بعزيف وفات خاله، يا رب ان شاء الله يكون اخر الاحزان. شينكو اخويا، وهو بعد ربنا سبحانه وتعالى هو ومحمد اسامه اكتر اثنين صحابي، وابراهيم كمان عشان نسويش. هم اكتر ثلاثه كانوا بيشجعوني في المجال دوت، وحتى قبل انا ما ابتدي اعمل فيديوهات كان شريف قال لي لا انت لو طلعت معايا في الفيديو هنعمل حاجه حلوه مع بعض. فبدات فعلا شريف طبعا بموهبته والصوت بتاعه الجميل اللي ما فيش حد في مصر بيعملها، وانا بالافيهات اللي انا وهو بنتبادل لان احنا الفيديو بيبتدي عندنا مش اللي هو بنرفع المكالمه على طول، لا بنتفق هنقول افيهات ايه، بقول له انا هيقول ايه، ممكن يهدي امتى، فببقى انا معاه وهو بموهبته وبالكاريزما اللي انا بعملها انا وهو، فبيطلع الموضوع بيطلع حلو. والله عندي حاجه رائعه جدا. بس عايزه اعرف هو في خطط مستقبليه ان شاء الله مع شينكو؟ طبعا اكيد في حاجات. تقدروا تشاركونا بحاجه صغيره لمحه كده؟ والله ما هوش اصل انا قلتها هتبقى خلاص يعني مفاجاه راح، بس ان شاء الله بس قريبه جدا. في راس السنه ان شاء الله تبقى حاجه هتعجب الناس كلها يعني، ان شاء الله احنا منتظرين الكلام ده. انا في حاجه لفتت نظري انه انت صاحب مشروع كافيه وفي نفس الوقت فيديو بلوجر على السوشيال ميديا، احكي لي التجربه دي يعني. هو زي ما انا قلت في الاول كان بدايه الفكره جت عندي او اول فيديو عملته كنت كان انواع الناس في الكافيهات، فمن خلال المشروع اصلا انت بتبتدي تشوفي الناس وكل الانماط المجتمع، فمن خلال كده بقى انت بتعرفي لا ممكن نجيب الكاريزما دي الشخصيه دي. حددتهم كلهم في فيديو زي ما الناس شافت، والفيديو ده كان فتحت خير لان هو ضرب ترند على اليوتيوب وعلى الفيسبوك،
بدات بقى جمعت ده كله الشخصيات كلها في وقت واحد وعجب الناس. يعني حتى في ناس انا كنت اتكلمت عنها الناس لا لا حابه الموضوع، انت اتكلمت عني بس انا انت طلعتني بشكل حلو. بس انا عندي لك مفاجاه دلوقتي. اتفضل. معانا مداخله هاتفيه. شينكو معانا؟ الو يا سمير قلبي. الو اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله تمام، نورتنا والله. طبعا يعني لسه بيتكلم يعني ده اخويا، انا متابعكوا دلوقتي. عامل ايه يا قلبي من غيري؟ اولا اهلا بيكي. اهلا بيك حضرتك. واهلا بحسن. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. عامل ايه؟ طبعا سمير اخويا الكبير طبعا. تسلم لي. شرف ليا ان اخويا. انا اكتر حبيبي، وعايز اقول له يعني مبروك، وان شاء الله يعني انا قايل لك انت ممكن توصل يعني 100%. تسلم. استاذ شينكو كنت عايزه اسالك سؤال بصراحه، يعني انا متابعاك من موضوع المقالب بتاع التليفون، وصراحه موضوع عجبني جدا. انتوا ازاي تقدروا تجيبوا الافكار المقالب يعني وانتوا بتتكلموا مع الناس؟ يعني ازاي بيحصل؟ والله هو طبعا الفضل طبعا ربنا الاول ووالدتي طبعا، اسامه هو صاحب الافكار، وسمير عارف كده، محمد اسامه صاحبنا هو اللي بيجيب الافكار كلها، وسمير بقى طبعا الافيهات بتاع سمير والمداخلات بتاعته معايا في الفيديو هو اللي بيشجعني ان احنا نعمل بلاوي سودا مع الناس. بس عايزين نعرف الكواليس اللي بتحصل قبل التصوير. يا لا كواليس دي يعني كواليس التصوير برضه على الفضايح كلها برضه مع سمير ومع محمد. عايزين تذكر لنا حاجه، احنا عايزين نعرف يعني حاجه حصلت في الكواليس. حاجه حصلت في الكواليس ان كان في واحد ارتبط بيا 3 ايام وكان عايز يقابلني يشوفني. اوكي. شكرا ليك جدا يا شكرا جدا ليك يا شيكو، وده شرف لينا ان احنا تنورنا النهارده. كنت عايز اسالك سؤال يا حسن، في فيديوهات اللي هي بتاعت بتبص على ايه وكمان الميك اب تمسح الميك اب 200 جنيه مقابل 200 جنيه لما صورت، دي حاجه جريئه جدا. الناس واجهت يعني واجهت الموضوع ده ازاي؟ مبدئيا ممكن ناخد يعني فيديو فيديو، يعني في فيديو كان كنت عامله كان ده جايب دخل على 3 مليون فيو. ده على اول حاجه بتبص عليها في البنت، واول حاجه بتبص عليها في الولد. اول حاجه بتبص عليها في البنت بتختلف من بين الشاب يعني الشاب اللي هو الراجل والبنت، الشاب اللي هي البنت. الراجل ليه حاجات تانية بيبص عليها، او يعني زي نظريه كده بيبص عليها، والبنت ليها نظريه تانية. الولد طبعا يعني اهم حاجه تكون حلوه، لبسها يكون حلو ومش عارف ايه. البنت لا، البنت لا، ممكن قالوا لي مثلا ريحه البرفيوم، شعره، لون تشوز، يعني تكون نظيفه. فبتختلف جدا ما بين كل ده وده. بس انا عايزه دلوقتي عايزه في حاجه تعملوها لي النهارده. معاكوا دقيقتين؟ هو مذيع بقى هو اللي يبتدي. تنفذوا لي انت المغاسل. تمام. انت يعني انا اي حاجه اتفضل. خلاص ماشي. مبدئيا كده قول لي، اشتغلت قبل كده؟ اشتغلت قبل كده. اشتغلت. كان ليك مدير طبعا؟ بس ما كنتش بحبه. طب كنت بتعمل ايه عشان تكسب رضاه؟ هو الرضا بتاع ربنا يعني. طبعا بتعمل ايه عشان تكسب الرضا؟ كنت بخبط له العربيه بتاعته واقول له لا عادي، لو انت عاوز تصلحها صلحها لك عادي، واخدها اصلحها له بس. انا الاثنين برضه، انا الاثنين في وقت واحد. طيب قول لي، لو انا مديرك ماشي وداخل عليك هقول لك دلوقتي ايه رايك في السويت شيرت اللي انا لابسه ده، هتقول لي ايه؟ مفيش حد غيرك ينفع يلبسه. انا بتاعت الشتا بتقول لي مديرك. طب لو قلت لك مش قوي مش قوي عايز حاجه ثاني، يبقى انت فاقد الثقه في نفسك بقى، ده انت المدير. هتقول لي كده، هتقول لي مديرك كده هعشدك. لا ما تقدرش والله. انا بحب. احنا يعني استمتعت جدا بجد، بس للاسف وقتنا خلص. بس بجد بجد شرف ليكم، نورتونا جدا جدا جدا. السوشيال ميديا هي رساله هادفه جدا، بس ممكن بنعرضها عن طريق الكوميديا. فمن اعظم الناس اللي في السوشيال ميديا اللي بتقدر تقدم رساله هادفه بس بشكل كوميدي. فشكرا ليكم جدا ولمتابعتكم حلقه النهارده، ونشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي ان شاء الله الساعه 12. شكرا ليكم.